مريم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا السلام يا عليكم. حبيبتي، عليكم السلام، وعليكم اتفضلي. السلام. رفعت، انا عايز اسال الشيخ على حاجه. اتفضلي يا فندم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بصي حضرتك، انا متجوزه من 10 شهور بالظبط. 10 شهور. من اول جوازي في مشاكل ما بين اهلي وما بين جوزي، بين يعني ما اهلك؟ بين بتجيش. اهلك انتي صح؟ بين اهلي انا وجوزي، ايه سبب بقى المشاكل؟ ان هو ما بتجيش، اهلي بيزعلوا ان انا ما بروحش كتير، ما بكلمهمش كتير كده. طيب انت بعيدة عن اهلك يعني؟ لا انا مش بعيدة عنهم، انا حتى السكن اللي انا فيه يعني قريب منهم، اللي هو مواصلة بسيطة 10 دقايق مثلا، ربع ساعة. طب انت ما بتكلميهمش في التليفون ليه كل يوم؟ انا بكلمهم في التليفون بس، يعني انا اهلي مش متقبلين جوزي بسبب حاجات كانت بتحصل ايام الخطوبة وكده، فاللي هو مش برضه اكلمهم كتير قدامه علشان هما بيقعدوا يتكلموا عليه وكده. ماشي فانا يا حبيبتي، اول حاجة انت ممكن تكلميهم في التليفون وفي الوقت اللي هو في الشغل طول النهار لا، صح؟ هما بقى يعني لازم ان انا اكلمهم وهو قاعد، علشان هما فاكرين ان هو حلف عليا ما اكلمهم. لا طب هما مالهمش غير علاقة بده يعني، هما لهم علاقة في النهاية اللي انت بتوديهم، سواء هو موجود هو مش موجود لا، يعني. هما مالهمش علاقة، هما لازم اكلمهم وهو قاعد علشان هو اللي لا منهج هما لا او يتدخلوا في المسألة دي، انت ما عليك متكلمين اللي من انت ورانا. يعني، طب انت عليك بالبر وخلاص يعني. السؤال التاني، انت بتروحي، هو بيمنعك انك تروحي تزوريهم؟ هو مين بيمنعني؟ هو انا كنت يعني انا اول ما اتجوزت حملت وسقطت مرتين، وحملت ثالث مره، فطبعا الدكتوره منعتني ان انا انزل خالص، فقعدت عند حماتي هي كانت بتخدمني. هما هما كويسين يعني معاكي، اهله وهو وكده؟ كويسين جدا معايا، فانا طب قعدت عند واهلك ما حماتي. بيجوش ليه ليكي يعني؟ لا هما ما بيجوش. لا مش هنيجي، عشان هو ما بيجيش عندنا وما بيخليكيش تيجي لنا كتير. ايوه هما حاطينه ليه في النص يعني، هو هما مالهم وماله؟ والله مش عارفة، بس هو يعني في اخواتي متجوزين، فلو كل واحدة عايزة تطلع جوزها احسن فبتوحش جوز ايه لا يعني التانية. ملهاش علاقة يعني المسألة دي بقى، معلش انا اسف يعني، كيد النساء ده احنا مش محتاجينه لانه هيخرب البيوت يعني. لان هو لو ما كان، هو ده لو اللي كان في حصل. مشكلة كبيرة اكيد ما كانوش جوزوكي ليه. لا هي مفيش مشكلة اصلا اساسية، هو طيب الفكرة بس ان هو ما بيجيبكيش ما بيوديكيش. طب بصي انا يا بنت سقطت الحلال، مرتين، انت عايشة مع جوزك، شايفة جوزك كويس ولا لا؟ انا جوزي شايلني على دماغه وحماكي وحماتك والله كويسين جدا معايا، واخواته وعيلته كلها. كويس، ما عليك الواجب عليك البر، البر ده اللي انت ممكن لو قدرتي لما ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله، وقدرتي اللي انت تروحي تزوري اهلك ولو كل اسبوع مره يا ريت تروحي. الفكرة تتكلميهم في التليفون، نكلميهم خلاص وانتهينا من المساله. يا شيخ، اللي هما جوزي حلف عليا ان انا ما اكلمهمش وما اروح لهمش تاني، اللي هو قال لي تتحرمي عليا عشان مسكوا ببعض جامد، واهلي غلطوا فيه جامد، واخواته لا جامد. يكفر، يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير كما قال هو النبي انا عليه كلمتهم الصلاة من وراه والسلام. وبعد كده قلت له، فهو راح كفر، طيب فبعد كده قال لي كفر لا عن ده يمينه، خلاص انا كفرت، فما مترجعش تكلمهم تاني. كفرت ولا فكرت؟ هو كفر، راح دار الإفتاء ودفع، طيب خلاص تمام الحمد بس لله. هو رجع حلف تاني، لأن هما ما هو هيقعد هو مش يحلف، راضيين ما هو يكلموني. هيقعد يحلف طول، معلش ما اهلك هم حاطينه عقبة كده في قدامهم. هما خيروني، أهلي خيروني إن أنا يا إما أتطلق يا إما لا 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 هما لا لا أختار لا حد لا فيهم. يعني معلش، ما ليه هو كده؟ ليه أهلك عايزين عندهم فكر يخربوا ولا بيتك عندهم وماما رافضة حامل؟ تكلمني بقالها 8 شهور؟ يعني أنا كنت دخلت الرعاية بسبب الزعل كده، رافضة تكلمني بقالها 8 شهور ولا أنا أعرف عنها أي حاجة، حتى إخواتي لما بيشوفوني في الشارع ما حدش يتكلمني، فاللي هو عشان أنا اخترت بيتي اللي هو ايوه أنت اختاري. تبدأ لا هم فيه. اهلك لا لا غلطانين لا لا بصراحة، خلاص موقفهم غلط. يعني، هم دلوقتي وقعوا في خطأ كبير جدا جدا ان هم يخيروا بنتهم بين الطلاق او هم، لا ده خطأ كبير جدا جدا، وقعوا في معصية. خصوصا ان مفيش حاجة يعني، لا لا وقعوا في مفيش معصية حاجة حتى، وقعوا في معصية، البنت مش عايزة تطلق حتى لو في حاجة وهي راضية، هي مش عايزة تطلق. ما ينفعش ان انا احط واقول لهم يا انا يا انتم، طبعا. لا هو اهلك احنا غلطانين بصراحة يا يعني، مريم. هو ينفع يا استاذة دعاء انا جاهز واعمل وربي وبتاع عشان بنتي تجيلي حامل ومطلقة؟ طب يعني وليه انتوا كده؟ هتنفعوها بعد كده؟ لا هو الانسان بيربي وبيكبر وبيجوز وبتاع عشان يشوف يفرح بنته بقى. مبسوطه، عشان يشوف ابنه وخلاص يا دام انتوا مبسوطين يلا، ما خلاص لا تقولنا ولا نقولكم يلا، ها المهم انتوا تكونوا فرحانين مع بعض، ربنا يهدي سركم، مش ده اللي بيحصل؟ لكن ما فيش عقليه بالطريقه دي، اللي انا اخرب على بنتي يا انا وخيرها بين جوزها اللي ما عملش معاها حاجه غلط بشهادتها، وبين يعني حتى حماتها اللي هو ممكن يبقى فيه مشاكل من الحما وبتاع، لا بتقول حماتي شايلاني يعني. ليه كده؟ ليه كده؟ ليه نخبب على هذه المرأة؟ ما ده تخبيب برضو، نوع من الإفساد، إفساد العلاقة.
وده اثم عظيم جدا عند الله عز وجل. لا انا شايف ان الاهل كده في خطا كبير جدا، هم قاعدين في الدايره بتاع ابليس للاسف الشديد اللي هو بيوسوس ليهم، وابليس بقى يجيب ايه جنوده ويوديهم ويوزعهم. احسن واحد عنده مين؟ اللي يفسد العلاقات. العلاقه بين الزوج وزوجها، خلاص هم بقى قاعدين نفس القضيه دي. هم ليتقوا الله، يستغفروا ربهم، يتوبوا الى الله عز وجل، لان دي معصيه كبيره جدا جدا، معصيه كبيره جدا جدا، لابد من التوبه منها، ويسيبوا بنتها. وانت يا بنت الحلال ما عليك الا طاعه زوجك بالمعروف وبر والديك ايضا بالمعروف.